ببداية حلقة اليوم مشاهدينا رح نستقبل رولا إبراهيم التوم، ناشطة اجتماعية ومؤسسة مبادرة بيلبق لنا الفرح. حول رولا يلي أكملت دراستها بين لبنان وفرنسا، حيث اشتغلت بميدان الطب والأدوية مع زوجها طبيب القلب قبل ما يرجعوا على لبنان ويخوضوا بالشأن العام، وتطلق المبادرة يلي بتهدف إلى تشجيع الأنشطة الاجتماعية والإنسانية لدعم أبناء منطقتها ببعلبك الهرمل. أهلا وسهلا فيك رولا، شرفتينا. بونسوار صبايا، ميرسي لاستضافتكم لإلي، ميرسي كثير. شرفتينا رولا واهلا وسهلا فيك. يعني رح نبدا هيك من المبادره اللي عم بتقومي فيها رولا، يلي هي تحت عنوان بيلبق لنا الفرح. بدايه رولا، شو اللي دفعك انك تاسسي هيدي المبادره وشو الهدف من هيدي المبادره بالاجمال؟ بدايه نحن كنا طالعين من ازمه كورونا وازمه اقتصاديه كثير كبيره اثرت على كل العالم، ان كان بالمرض ان كان بالماديات ان كان بكل شيء. فيمكن مرقت سنتين ما كنا نشوف حدا مبسوط عن جد، كنا كل العالم نلتقى فيهم يا اللي عم بنق يا المريض يا التعبان يا الموجوع يا اللي عنده ازمه بالبنك. كثير اثرت فيها هالفتره لانه كمان بتعرفي انه انضربنا بالبيت ما عدنا طلعنا، فكثير بتحسي حالك عم بتفكري انه شو قادره تعملي شو قادره تغيري. دونك انا من هيدا الوضع اذا بدك اخذنا نحن الشأن العام، صار شيء عنا شيء جديد بحياتنا انه سامر صار نايب. بوقتها انا قلت ما بدي اقعد، ما بدي اتفرج، ما بدي اشوف سامر يمكن عم يشتغل سياسي وعم يشتغل كل شيء لوحده، لا انا بدي اقوم ساعد سامر. دغري انا مباشره بعد الانتخابات حسيت باب انفتح لي، انا بدي اقوم بدي خلص بدي اعمل شيء انا قدراني اعمل تغيير لو بسيط، بس بعد هالاربع سنين العالم تحكي فيه تقول رولا وسامر او رولا ضحكتنا فرحتنا مسحت لنا دمعه. كان هيدا هدفي. ودغري بعدها يعني مباشره اجتمعت بشباب وصبايا جمعتنا نفس الفكره نفس الهدف انه نفرح قلب كل مريض، نرسم بسمه على وش كل حزين، نلون الدنيا اللي حوالينا بالوان حلوه قد ما نقدر، نوسع ما رح نقول لا. وفعلا دغري بلشنا نشاطاتنا، يعني مش انه قلنا ايه بعدين، لا دغري اخذنا القرار انه نجمع الشباب والصبايا، كانت الانطلاقه من اعمار صغيره لننطلق اذا بدك لاعمار اكبر، ونشوف اذا قدرانين نحن ننجح، قدرانين يكون في اعداد، قدراني هالعالم تقدر. وفعلا كان شيء ما بيتصدق لانه اول نشاط كان شباب وصبايا وكان فيه بال400 شاب وصبيه رقصوا وغنوا ودبكوا، كنا نحن عم نرقص ونغني معهم، وشفت عن جد قد ايه العالم متعطشه لهيك لحظات، قد ايه العالم ناطره تطلع من اللي هي فيه، لا بعد عندها فسحه امل، بعد عندها باب، بعد عندها ضوء عم تفتحه، بليز خليكم حدنا، انتم قدرانين تعملوا. بوقتها قلت ما بدي ولا شخص يفكر بمادي يعني بالماديات او يقول معي ادفع او ما معي ادفع، معي اوصل ولا ما معي اوصل. بوقت قلت ما بدي ولا انسان بدي يقوله انا طالع انبسط. كانت هيدي هي الجمله اللي بدي اسمعها، والجمله الاكثر انبسطنا بليز اعملوا شيء ثاني. كنت على طول انطره وهيدي اللي تكبر لي اذا بدك تعطيني ثقه اكثر بحالي وتعطيني دعم ومعنويات اني كمل اكثر. انطلقت من وراها لعشا كروي ضم 4000 شخص. هون اكيد كانت المفاجاه لانه ما بتوقع بالبقاع الشمالي بمنطقه القاع انه شوف هالاعداد عم تجي من الضيعه المجاوره. صحيح. كان شيء كثير حلو لانه كنا عاملين عشاء وصدقيني ما خلينا حدا يسال سؤال او يقول شو لازم شو متوجب شو بدي اعمل. العالم طالعه من عن جد ضيقه، يعني طلعوا انبسطوا طلعوا غنوا، كان في ناس عم بتغني، طلعنا رقصنا ودبكنا وغنينا والعالم كلها. شيء كثير حلو، شيء كثير بيعطيكي هالثقه كبيره بحالك انه انت عم تنجحي مش عم ترجعي لورا. دونك من ايفنت لايفنت صرت اقول طيب انا نجحت بهالضيعه ليش ما بنتقل على ضيعه ثانيه؟ يمكن كمان انجح بالضيعه الثانيه. وفعلا صاروا يقولوا لي رولا بليز تجي لعنا بتعملي لنا شيء عنا؟ قول لهم اي انا ليش لا؟ اللافت بكل هالمواضيع كلنا عانينا من الازمه، وبتعرفوا قد ايه تحضير ايفنت هلا بياخذ كثير وقت. وكثير بده اذا بدك مجهود وبده دعم مادي. بس اللي بيصير معي انه كون عم فكر بالايفنت، كون عم بحط النقاط، كون عم بحط اذا بدك لي بوان تمشي عليهم، انه بدي اعمل 1 2 3 ما بعرف شو بيصير. ابقى على طول بقول لهم في ايد خفيه بتتسيسر الامور. اكزاكت بيمشي الموضوع بتتسيسر بتفتح بوجهنا، بتلاقي شخص بيقول لك رولا بليز انا بدي اتكفل بهيدا.
هيدي نيتكم صافية 100% هي النية بتلعب دور كتير كبير. ومثل ما ذكرتي رولا، يمكن بس تطلعي بفكرة والعالم تكون بحاجة لهيدي الفكرة رح تلاقيهم واقفين حدك. هيدا اللي صار مع الشباب والصبايا. تحية كتير كبيرة لزوجك كمان يلي كان الداعم الأول والأكبر، خلينا نقول بدنا نحيي. وكتير حلو كيف أنت استفدت من موقعه لحتى تقدري تقومي بهيدا الإنجاز الكبير. شو اللي بيميز هيدي المبادرة عن غير مبادرات؟ لكن نحن مانا جمعية، نحن لجنة شباب وصبايا اجتمعنا حول هدف واحد. عنا شفافية، عنا مصداقية، عنا شغلنا اللي عم بيبين على الأرض. العالم يمكن وسقت، شافت، قالت هولي ما في ربح، شافت أنه عم تجتمع العالم، عم تطلع مبسوطة. لمن العالم بتصير تطلب منك أنه بليز تعي لعنا، لا نعملي هالنشاط هون. أنا السنة كان نشاطي ببعلبك وضواحية، يعني أنا بعدت كتير عن منطقة العالم. أنا مرقت ببعلبك سرعين دورس إعات شليفة، يعني مرقت ببعلبك وضواحية، ما فرقت بين الأديان، ما فرقت بين الأحزاب، ما سألنا، ما قلنا نحن بدنا بليز هيدي الفئة المعينة أبداً. كنا جامعين إسلام ومسيحية، كنا كلنا مجتمعين، قدسنا إسلام ومسيحية، توزع الكادويات إسلام ومسيحية، كان شيء عن جد تنبسطي وبتحسي أنه العالم مبسوطة، يعني أنه العالم عن جد عم تطلع. بكفي، أنا بقول بكفي حروب، مآسي، بكفي وجع، بكفي بكي، بقول شبهنا، صار لازم نقلب على شيء تاني، صار لازم نعمل فرق بمحل معين لو صغير. أنا بقول لو صغير يمكن بعدين بتشوفوا العالم أو شوي شوي بيكبر، بس إنه نضل مثل ما نحن ما رح نقدر نعمل تغيير ولا فرق. ونحن من ضمن صوتنا إلى صوتك، بلا مآسي وبلا حروب وبلا أزمات اللي عم نعيشها يومياً من أزمات اقتصادية اجتماعية وغيرها. رولا، رولا بدي أعرف منك، هل ممكن يكون في تعاون مثلاً مع الـNGOs لاحقاً أو حتى مع مؤسسات حكومية بالإجمال يمكن ليكون الدعم أكبر وأفضل لكم؟ ليكي فكرت كتير فيها، وكذا مرة اقترحت علي الفكرة وقالوا لي رولا ليه ما بتكبري؟ ما كتير اخدتها او سيريو، ما بعرف ليه، يمكن ما عندي، ماني ملمة كتير فيها، ما بعرف كتير تفاصيلها او ما بعرف كيف بتصير الامور. بس للصراحة وصدقا صدقا بحكي، انا ما دقيت باب حدا وتسكر باب، ان كان وزير، ان كان شخص عادي، ان كان حيلا انسان، حيلا باب بدقه. حتى إذا طلبت من وزارة أنه بليز، أنا مش بس شأن اجتماعي، هلأ ما كان بدي أحكي بس يمكن لح أقلك، أنا بينطلب مني كتير أخبار إذا بديك، حتى بالكوتي ميديكال، أكيد مش كوتي سامر. كونه زوجك طبيب؟ لا أبدا، غير كوتي سامر. يعني مثلا رولا تعسر علينا هالدواء، في مجال أنت تتصلي بالوزارة تشوفي لنا شو صار، رولا صار هيك بليز فيك. هني شافوا فيي أنه أنا إنسانة بحب أشتغل، أنا إنسانة كتير حركة، أنا إنسانة طموحة، أنا إنسانة ما بحب شوف حدا عم يضحك، بحب أقول مبروك، عم تعملي بشغف، بحب انبسط لما نشوف إنسان مقابلي كان مريض وشفي أو مريض حس العدوى. ما بخبرك شو بتحسي، ما بخبرك شو الشعور. كرمال هيك بقول ماني عايزة هلأ، أو عم قلك ماني ملمة فيها تقلك إيه بعرفها، بس بحس أنه كتر خير الله. على طول بقول كتر خير الله على كل شيء عن جد، لأنه بتفتح لك بواب. يعني دقيت للوزارة هديك المرة عرفت عن حالي، تكرم عينك. دقيت لوزارة تانية عرفت عن حالي، تكرم عينك. نيالك بكتير أخبار هلا ما بعرف شو السر، بس تعتقدي أنه قدرت تكسبي ثقتهم رولا؟ بهيدي هي باللي عم بعمله، بكثرة عدد بالحضور اكزاكتومون. لما بتخلصي الايفنت تبعك وعلى الفلة الكل عم بيسلم عليك والله يخلي لك ولادك ويفرحك بولادك، انا بقول هيدي الهديه لإلي. طب بين البدايه واليوم قد ايه تطورتوا، قد ايه كبرتوا، قد ايه انجزتوا اكثر؟ كثير اكيد. بلشنا مش زيرو. سامر عنده الباز، سامر معروف كثير، وسامر كثير المنطقه بتعرفه، بحكم كل العالم، ما بيميز حدا سامر. وبالمتسين فصلها كليا عن السياسه وفصلها عن شيء ثاني، يعني بالمتسين كل أصلاً العالم لازم تكون هيك اكزاكتومون. العالم كلها بتجي عند سامر، والعالم سامر يعني وقت الانتخابات لاحظنا انه انت حكيمنا وحبيبنا، يعني دونك حسينا فيها. هلا هيدي مهدت لي كثير الطريق، انه رولا يمكن
بدي ضوي عليها لانه كانوا قالوا لمرت سامر ايه ما نحن بنوثق فيه لها الحكيم بدنا نجي. صحيح. دونك كثير مهدت للطريق، كثير دفعت العالم تجي، العالم لما شافت انه ما في تكاليف، ما في وجعة راس، انا شو بدفع؟ بدي امن ترانسبور، شو بدي اعمل؟ العالم لما حست بهالرياحه، لما حست انه احنا عم نتجاوب على طول في ارقام تليفونات تتصل فيها، بتخيل العالم تسهيلات. حبت انه نحن عم ننبسط، ليش لا؟ وانا عن جد على طول بدعيهم، على طول على الفلاير تبعولي بقول لهم كونوا كتار، كونوا كتار، قد ما كنتوا كتار قد ما نجحنا وقد ما انبسطنا وقد ما عبينا الدنيا غناني وفرح. وهيدا اللي بتمنى على طول يصير. هلا عم نحضر كمان لبروجرام كتير كبير، ما في احكي عنه بس كتير كبير، ان شاء الله باذن الله كمان بيتسيسر كل شيء معنا، لانه رح يكون كتير اكبر من كل البروجرامات، وبتخيل رح يكون في اعداد كتير كبيره، وحسب التنظيم اللي أنا عملته وحسب النقاط اللي أنا حطتها صار لي تقريباً سنة عم حضر له. هيدا أكتر بروغرام لهلا بياخد معي، عادة شهر شهرين بكون محضرة، بس هيدا أكتر بروغرام لأنه عملته على نطاق منطقة البقاع الشمالي كاملة. يعني ماني مختصرته بمناطق معينة، فتحتها على كل المنطقة من زحلة للقاع. أكل حال رح ترجع تشرفينا أكيد من بعد الإيفنت لنرجع نحكي عنه وعن نجاحه. يعني إذا بدنا نذكر الصعوبات، ما عم بتلاقي صعوبات لحديت هلا، يعني بضل في تحديات لانه خاصه على الارض يعني، بس ليكي بضل في تحديات وبضل في في ناس يمكن بتعرفي ومسؤوليتك بتكون كبيره رولا، لانه الامال فيك كثير كبيره، بتحسي انه الكلمه تكل عليك. صح، وعلى طول بتخافي تفشلي، يعني على طول عندي خوف انه بضلني اقول بيجوا، معقول يكون في عالم، معقول ننجح، معقول نقصر. وهي فعلا انا صارت معي، لو بس تتعلمي من اغلاطك. انا صارت معي عملنا ريسيتال بمنطقه، وانا وقتها طلبت عدد الاولاد لنجيب كادويات، قالوا لي 200 ولد، انا جبت 200 كادو. اوكي، على القد، طلعوا اكثر الاولاد من العدد اللي انت متوقعتيهم. فقعدنا نركض بالليل، قعدت عم اركض الشباب بليز شو ما جبتوا، شوكولا بونبون بدكم اياه، بس ما يطلع ولد عم يبكي. هيدي انا اللي كانوا بعترف كان في غلط، بس علمنا منها. هلا بتقولي لي 200 بجيب 600، خاصه اذا خذلت الولد، يعني اليوم دمعة الولد وخذلت ولد، الولد ما بينساها بحياته. exactly. مش مثل الكبيره بيستوعب. هيك السنه الهدايا ضلت عنا باعداد كبيره، بس قلت ما عليه تضلها سنه الجاي ولا تنقص، لانه الولد طبعًا. ما فيك تقولي له ما في اعطيك او ماني جايبت لك، جايبها لخيك مش لك. دونك اذا هي تعلمنا منها، صارت معنا وتعلمنا منها. لا بتتعلمي، وعلى طول بتخافي وقتها توصلي لمرحله معينه وبتشوفي قد ايه انت مثلا عم ينجحوا نشاطاتك بدون اي هدف. وانا بعدني لهلا بقول لك انا ما بشتغل على ولا اي هدف، ما بدي شيء من الشغل، وانا بشتغل بمنطقه كسروان، في عندي يعني تما قال لك عم بشتغل كرمال شيء سياسي ابدا. انا ما عندي هذا الموضوع. وصلت النقطه يعني اكزاكتومون، يعني قولي لي بدك بكسروان بالمتن، ما عندي مشكل، هيدا هدف واحد وهيدا اوبجيكتيف واحد احنا عم نشتغل عليه. وقت توصلي لهالبوان هيدي على طول بتخافي من الركول، وقت بتقولي معقولي ارجع، معقولي انا اعمل شيء ما يكون فيها العدد، ما يكون فيها النجاح، ما حدا يساعدني، ما حدا يوقف حدي. نتكل على الله لهلا، نتكل على الله مثل ما بيقولوا، وكثر خير الله على كل شيء. بدنا نتوقف رولا نحن وياك والمشاهدين مع وقفه صغيره لنرجع من بعد نتابع حديثنا اكيد، خليكم معنا. شرفتونا. شرفتونا مجددا مشاهدينا، وبعد بضيافتنا رولا ابراهيم التوم، ناشطه اجتماعيه ومؤسسه مبادره بيلبق لنا الفرح. اهلا وسهلا فيك مجددا رولا. رولا، ضمن كل هالازمات الاقتصاديه والحروب والازمات الاجتماعيه اللي عم نعيشها، قد ايه مهم التضامن الاجتماعي اليوم؟ كثير. كله بيصير بالتضامن. كرمال هيك نحن كل شغلنا ندعي للجمع مش للتفرقة، كرمال هيك ما منخصص بجمعتنا، يعني منجرب أن وقتا نجمع منجمع الكل، ومنقول خلينا إيد بإيد، لأنه إيد لوحدة ما بتزقف آخر النهار. أنا إذا بدي أقوم بعمل اجتماعي لوحدي أنا ما لح أنجح فيه، يمكن بنجح إذا بدك بنسبة معينة، بس ما بنجح 100%. وقتا نكون كلنا مجموعين، كلنا ذات الفكر، يمكن أراءنا بتختلف، وهيدا هيدا بينجح أكتر، كذا فكرة بتنجح أكتر وكذا فكرة بتعطيكي أنت، بتصير تقول إيه مزبوط معهم حق. دونك التضامن كتير بيأثر وكتير بينجح الإيفنت اللي أنت عم تعمليه، لأنه يمكن أنت في أشياء ما بتشوفيها، وأنت وقتا تكوني عم تشتغلي في كتير قصص بتمرق ما بتشوفيها. دونك على طول بندعي انه نكون مجموعه كبيره عم تشتغل، بندعي انه ما يصير في خلافات، بندعي انه تعوا كلنا، تعوا نتوحد حول على القليله حول هدف واحد، لانه
بدي اقول لك شغله، وقت يكون الهدف واحد، لما تحطي اوبجكتيف قدامك، لما تحطي انت شو هدفك من كل اللي عم تعمليه، يعني انا لما بقول بدي افرح قلب العالم وبمشي ضمن هالمخطط بوصل للي بدي اياه، بس لما نقول بدي اشتغل ما بعرف ليه عبالي اشتغل عبالي بين، طب كرمال شو؟ ما انت هون بتخبط الافكار براسك، ما في وضوح، ما في كلاريتي بالخبريه، دونك هيدي الخبصه بالافكار ما بتنجح لك شغلك، بس لما تقولي انا بدي اعمل هالنشاط وما تنطري، انا ما بنطر، ما بنطر رد، ما بنطر ابدا، لما بعمل وبشوف العالم عم تضحك هيدا الرد لإلي. بس رولا مين هي هيدي المجموعه؟ يعني مؤلفه من مين؟ شباب وصبايا، شباب وصبايا من يعني هل هن بعدهم عم يدرسوا فخايفين على مستقبلهم؟ أكيد. هل هن حتى كمان يمكن الأكبر سناً شوي لأنه تلوعوا بالحياة فبدهم يفرحوا الجيل الجديد؟ عنا دو توتاج، عنا اللي عم يدرس، عنا العتلين هم الجامعة، عنا اللي مش ملاقي وظيفة، عنا الكبير بده يتسلى، عنا من كل الفئات. الميسورين عم ينضموا لإلكن؟ هو هن هودي هن. لا بس الفقراء كمان ببعض الأوقات لا ينضموا. لا تقلك شغلي، الميسورين هن الداعمين، هن من مجموعة هودي الداعمين إذا بدك، مش يعني هن اللي خلف مش بشكل مباشر. ايه هن معنا. أوكي. سند لألنا. أوكي. أنا الإكيب اللي معي طلاب طلاب جامعات، يعني الميسورين ورا الكواليس، ورا هن معنا بالإكيب بس ورانا، أنه رولا شو بدك شو عايزة، وانتبهي وأنا مش على طول بطلب. انا متى ما اقول لهم انه انا عم بشتغل لانه بدي اطلب منكم او لو انا بس بعرف انه انت بتساعد من ساعد بلا ما اسال، هيدا الحلو. أكيد. بالفعل عم بقول لك، وانا على طول بكل الايفنتات ما بنطر، بيخلص الايفنت انا مجرد انت وظاهره قلتي لي ميرسي انبسطنا كثير ناطرينك بايفنت ثاني، انا ربحت. اكيد انا ربحت. اكيد انت الربحانه وكل اللبنانيين ربحانين معك رولا بهالمبادره اللي عم تعمليها، على الاقل انك عم تعملي فرح وعم بتعطي البسمة يمكن على وجوه الكبار والصغار. رولا قدي اليوم السوشيال ميديا عم بتعزز هالمبادرة بالنسبة لك؟ كتير، ما كنت متوقعة هالقد، كنت أقول أنه العالم عم بتشوف على الأرض بكفي خلص، أنه العالم عم تيجي تشارك وتشوف على الأرض، بس تتوصلي كريمتك للعالم كيف بدك توصليها؟ مجبورة تمرق بالسوشيال ميديا. هلأ صرنا بنعمل فلاير، صرنا بنعمل فيديو، ريسما بلشت أطلع على الميديا أنا كمان، بلشت أطلع أنه قالوا لي ليش ما بتطلعي بتحكي شيء كتير حلو، شيء كتير عم تعملي، طلعي احكي عنه، طلعي خبري عنه، أنت مانك محصورة بمنطقة معينة وما عم تشتغلي لناس معينين، أنت صرت يعني صرنا عم مش أنا صرنا عم نشتغل لكل العالم. اكزاكتو. يعني انا على عيد الام كان عندنا برانش بكاسبر اند كامبيني بدبي، دونك كرمال البقع، بس ما عملناه بالبقع، عملناه بدبي، وكان في من كل لبنان. طب هذا بيرجع مثلا ريعه لفئه معينه، يعني عم بتجربي انك مثلا تساعدي مثلا مرضى كانسر، مرضى ناس بالقلب؟ ليكي تسمحي لي احكي بهيدا الشق عن شغلي. بالنسبة للخدمات الطبية، أنا سامر دكتور سامر، بموقع وكطبيب قلب قدر عن جد، ومن زمان سامر مش من هلأ، من زمان كتير بيقدر يساعد، إن كان بالكلينيك، كان هالسنة في شهر فور فري لكل المرضى كونسلتاسيون كارديو مع إلكترو مع إيكو إذا عايز، مع ستريس تيست، لأنه عيادته مجهزة بكل شيء. ما بدي أحكي عن سامر، ما عمله دعاية، بس هيدا اللي كان عم بيصير على الأرض، وأصلاً تعممت على السوشيال ميديا، يعني كل العالم تعرف فيها، ما أنا مخباية على كل لبنان. كتير بيساعد، يعني حيالله إنسان بدق له بيعرفه ما بيعرفه، ما بيعرف عن حاله، ما خصه بولا أي حزب، ما يعني دكتور سامر ما خصه بالسياسة أبداً. مين؟ سامر. المريض؟ لا سامر. لا سامر. بس لوصل لك فكرة أنه ما قلنا بالعادة نشوف هيدا الدعم من قبل السياسيين وهيدا القلب الطيب وهيدا عرفتي يعني رح قلك استضيفي سامر، شو بدي قلك؟ رح استضيفه عز الدكتور قلت لك ليه سامر هو إذا بدك طبعه هيك، يعني سامر أنا تعرفت عليه هيك وكمل بهيدا الدومين، وسامر كثير بيساعد، يعني يمكن أنا أخذت كمان منه إذا بدك، شفته كيف يتصرف مع العالم. دونك بعده لهلأ مين ما دق له من أي منطقة بلبنان، يمكن من الشمال قبل البقع والجنوب قبل البقع، مجرد ما عايز مساعدة إن كان بمستشفى أو بكلينيك أو مع حكيم بحيالله مستشفى هو بيعرفه، سامر بيساعد. اوكي اوكي. بوزاره الصحه، بما انه سامر باللجنه الصحيه، ما بدي كثير افتح ابواب مغلقه، كمان بيساعد.
ما بدي أفتح كتير بواب وأحكي، بس أنه بالسامر عم أحكيكي كطبيب. خلينا نرجع يمكن للشق الاجتماعي والإنسان اللي أنت عم تشتغلي فيه رولا أكتر. اليوم هالمبادرة اللي عم بتقدميها قدي برأيك بتعطي نوع من الاندفاع للشباب اللبناني أنه لازم نعمل مبادرات اجتماعية وتعطيهم نصائح هيك بالإجمال؟ قلك شو حلو لما هن بيتلفنوا، يلا وين صرتي؟ شو محضرتي لنا؟ بدنا نشتغل. طب هيدي وين كانت؟ عن جد وأنا بسأل وين كانت؟ هن بيقولوا لي كنا ميتين وعشنا. على طول عم نفكر خلص هالبروجرام، في بروجرام تاني راسنا عم بضل يشتغل، شو بدنا نعمل؟ شو بدنا نحضر؟ كيف بدنا نستقبل؟ كيف بدنا نحكي؟ كيف بدنا كيف؟ كثير مبسوطين، كثير عطتهم، اصلا زدت لهم تعلقهم بارضهم. طبعا هيدا الشاب اللي كان يقول لك انا شو عم بعمل هون؟ ما انا ميت اصلا هون، لا في جامعه ولا مدري شو ولا في معاشات ولا بقدر اطلع عضياتي والبنزين، هلا عم يطلعوا بلا ما يسالوا. رولا يعني من هون بدي اسالك، كنا كمان ذكرنا السوشيال ميديا، قد ايه اللبناني المغترب عم بيساعد؟ يعني من خلال السوشيال ميديا عم توصل الرساله، واكيد حتى دبوش او غاي يعني وقت اللي منشوف هالفرق الملموس على الارض نعرف انه بكل عائله لبنانيه للاسف في شخص مغترب، فقد ايه هالمغتربين يلي قلبهم على وطنهم، قلبهم على بلدهم، قلبهم على عيالهم واصحابهم ومعارفهم بلبنان، كمان عم يقدروا يساعدوا؟ عم بيساعدوا. عم بقول لك ما هي الفكره انه العالم صار عندها يعني بينت مصداقيتنا قدام العالم، انا ما بقيت عم بعاني، يعني بيقولوا لي رولا شو عامله؟ بدك مساعده؟ بدك نعمل هيك؟ وفي شغله ثانيه على فكره، انا ما بستلم مصاري، هيدي معروفه، انا ما بستلم ولا ليره. انا بقول لهم مثلا عايزين نعمل ستاسيون ساج، اوكي؟ شوفوا المدام شو بدها. منكم لا لا. لا انا كنت عم بسال المغترب لانه المغترب ممكن يساعد المادي. ما اكزاكتو ما هيك عم بيصير. انا لما يدق لي حدا من برا، هذا اللي بدي لك اياه، لما يدق لي حدا من برا انه مثلا رولا شو بتحبي نعطيكي؟ انا مره دق لي واحد قال لي ابعث لك 20,000 دولار، قلت له بليز ولا ليره، انا ما بتبعثوا لي مصاري، بليز في 1 2 3 بتحب تتصل، اعطيتهم الارقام وفعلا هيك صار. نحن ما بنستلم ولا ليره، بتحبوا انتم تقدموا هيدا منكم انتم، هيدي مبادره منكم، لا منكم يعني لا ضيعتكم او لناسكم. صدمتي رولا؟ يعني كنت متوقعه كل هالكم الهائل من المساعدات؟ لا ما كنت متوقعه اصلا من المشاركات هالقد، المشاركه هالقد الاعداد الكبيره، ما كنت متوقعه عن جد انه اقدر ارسم ضحكه، ما كنت متوقعه اشوف هالقد عالم عم ترقص، هالقد عالم مبسوطه، هالقد عالم عم طالب انه بليز ارجعي اعملي حفله، ارجعي ابسطينا، ارجعي اعملي لنا. مرات على اشياء صغيره. صحيح. يعني مرات على اشياء صغيره بتبسط العالم. كرمال هيك بقول لك ما لازم نستسلم. اذا ما قدرنا عملنا ايفنت كبير بنعمل ايفنت صغير، ما عليه مره ثانيه بنعمل ايفنت اكبر. دونك على طول هالحماس، انا ما بدي يموت عند الشباب والصبايا. بتمنى يضل، بتمنى نضل نكمل هالطريق وبعد اربع سنين واكثر واكثر واكثر، طالما قادرين نرسم هالضحكه، نخفف وجع، نمسح دمعه، انا حاضره. على كل بيلبق لنا الفرح، مثل ما حطيت العنوان انت لهالمبادره، بالفعل كل لبنان بيلبق له الفرح، لانه نحن شعب بنحب نعيش، شعب بنحب الفرح، بنحب السهر، بنحب الحياه بالاجمال، بيلبق لنا الفرح. بعد هيك كمخططاتك انت المستقبليه، لوين حابه توصليها اكثر؟ لك على كل لبنان، اجمع كل العالم، قلك شوف كل العالم ايد وحده وقلب واحد، قلك شوف اللبنانيه كلهم على ذات القلب، نكون ذات الخط ماشيين، عم بحكي اجتماعيا، شوف ما في خي عم يتخانق مع خيه، شوف عيال مجموعه، شوف ام عم تضحك، ما بقى شوف اميات عم تبكي، ما بقى شوف اميات عم تترمل، ما بقى شوف اميات حزينه، بقلك يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت ما بقى اشوف مريض عم يترجى حبه دواء، انا عم شوف مرضى عم تترجى حبه دواء، انا يعني بقول لهم انا عندي للأسف. يعني انا معقول اوصل نهار اترجى تاخذ حبه دواء؟ ليش هيدا خاصه حق. اطفال السرطان والسكري exactly. اللي انقطعت ادويتهم لفتره طويله، الاسعار صارت خياليه. يعني انت عم تحكي في مريض يمكن كل جمعتين بده بالخمس بين الخمسه والعشر تلاف دولار ليقدر يتعالج، وكانه لكجري. يعني هيدا ماست، هيدا المينيموم، هيدا حق الانسان. بس كونك ذكرتي انه عندك اولاد رولا، يعني كونك ام حتى، قد ايه بيوجعك قلبك؟ قد ايه بخاف وقت الاوقات بتقشطي بس تشوفي انت حالات هالقد بحاجه؟ كيف بيحملك قلبك؟ كيف بتقوي حالك؟ للنتيجه اكيد، بس انه كلنا نضعف اخر النهار.
بخاف أوصل لمرحلة العالم كيف عم تطلب مني. انطلب مني مؤخراً، ممكن ما بحق اللي أحكي على الإعلام، بس انطلب مني مؤخراً دواء كتير غالي. شاب صغير بالعمر، مع أنه قلت لهم بارح ما لح جيب سيرتك، بس عن جد وجعني قلبي ليوم الوجع. أم عم تترجع حبة دواء، أم عم تبكي بدها حبة دواء يلي هو حق طبعاً. يلي هي ما أصلاً مش لازم تترجع، ومش لازم تقول بليز. تلاتات ما تقول بليز، هيدا حقه لابنك ياخد الدواء، هاي ابنك حقه يتعالج. صحيح. حقه ياخد دواء. الخبرية الحلوة انه حصلنا على الدواء الحمد لله. وعطيت كونتينيو، يعني مش بس رح ياخده مرة، رح يتأمل له كل مرة. بس اللي عزت الدنيا عندي اما عم تترجى لحبة الدواء لشاب. طب انا شو انت شو بتعملي؟ صحيح. عندك اولاد قدامك، يعني انت باي موقف بتنحطي؟ هيدا اصعب موقف ممكن ام تنحط فيه بالحياه. كلنا عنا اولاد وكلنا بنعرف شو معنيه الضنا بالحياه. يعني ليك الموت حق على كل انسان. ما في انا اجي اقول او الحياه، ما في انا اجي اقول له انت بتتحكم، انت ما بتتحكم، انت لازم تموت، انت ما لازم تموت. ما يعني ما فينا نميز. نحن انسان طبعا. خلقنا على صوره الله، يعني كلنا مثل بعضنا. فعن جد أنا بتمنى نوصل ليوم ما نعود نترجع حبة الدواء، ما نعود نترجع. أنا ليش بدي أحكيكي؟ أنا مفروض يتأمل لي هالدواء بلا ما أحكي حدا. نحن بحاجة لدولة رولا، نحن بحاجة لدولة تأمن للناس تو سامبلومون، يلي يكونوا مسؤولين. مش موجودة اليوم بس يمكن المستقبل. أكيد. أكيد أنا بآمن بلبنان ومآمنة بمستقبل لبنان، وإنه مستقبل الشباب رح يكون أفضل، بس بدنا نفس طويل. تعرفي أنا شو بآمن؟ بآمن فينا نحن، نحن قادرين نعمل تغيير. نحن ما لازم نوقف عند نقطة معينة. صح. نحن ما لازم نقول أنه هيدا لبنان ما خلص كل عمره لبنان هيك. أنا ولا مرة قلتها وما لح أقولها. بس هيدا ميزتنا رولا. نحن ما بنستسلم أصلاً. أنا ما بقول إيه هيدا لبنان يلا معلش، ما لبنان كل عمره هيك خلص، ما مش رح يتغير أبداً. أنا بدي غير، وأنا بدي العالم تقول، بدي أعمل فرق. ما بدي تقول، بدي أعمل فرق. صحيح. يعني بدي أبرم إذا بدك هالبوصول، بدي أعمل فرق فيها. أنه نحن كنا هيك لأصرنا هيك. صرنا أحلى، عم نتجه لو شوي شوي. نحن ما بدنا نطلع السلم كله فشخة واحدة، فينا نطلع درجة درجة وعم أهلنا، وفينا نوقع ونرجع نطلع. المهم يكون في تقدم وفي نية. أكيد. وفي نية أهم شيء. طالما نية موجودة هي نقطة الانطلاق. إكزاكتو. ما طالما نيتك موجودة قدراني توصلي وقدراني تكملي وقدراني تنجحي. اليوم لكل يلي عم بيتابعنا رولا، لأنه بسم الله مشاهدينا كتار، الله يخلي لنا إياهم. إذا في أي بيضة حابة تشارك وتساهم، شو هو العنوان؟ بطريقة أو بأخرى، ولو مش كاش، ولكن لأنه عطول عندك يعني مبادرات، عطول عندك أشياء بتقومي فيها. إذا حابين يساعدوا كيف فيهم يوصلوا لك؟ أنا على السوشيال ميديا عادة بيحكوني، وأنا ثلاث أرباع العالم تعرف رقمي. يعني أنا رقمي ماني مخبيته عن حدا، وعادة في ناس تطلب رقمي بعطيها رقمي. هلأ أكيد في شوي بنتبه لأنه مش كل العالم بعرفها. شو هو اللينك على السوشيال ميديا؟ يمكن في عندي على الفيسبوك بيلبق لنا الفرح. بيلبق لنا الفرح. أوكي. بالعربي مكتوبة، بفوتوا عنا على الفيسبوك مكتوب بيلبق لنا الفرح. وفي عندي في لألي رولا التوم أو رولا إبراهيم التوم، أكيد بفوتوا لعندي. في ناس كمان بتحكيني بيقولوا حابين نشارك معكم، وأكيد نحن بنحط كل الفلاير، بنحط كل الديتيلز، بنحط كل النشاطات، بنحط كل الفيديو للعالم تشوف أكتر، وللعالم تشوف مصداقيتنا بالشغل أكتر. ريتا عفوا رولا إبراهيم التوم، بدنا نقول لك شرفتينا واهلا وسهلا فيك، وثانك يو على كل هالانفوز، وثانك يو على هالمبادرات الانسانيه والاجتماعيه اللي عم بتقومي فيها. وان شاء الله انه يضل يلبق لنا الفرح بلبنان ولكل اللبنانيين. شرفتينا اكيد. ميرسي كثير لكم، واكيد بفضلكم يلي عم توصلوا صوتنا. يمكن لو ما موجودكم ولو ما انتم كمان من دوركم، يمكن ما كنا قدرنا وصلنا صوتنا، يمكن كانت العالم كمان ما سمعت فينا. ميرسي كثير لكم، وتضلوا بهالهمه والنشاط. زوروا موقعنا alphatv.com، تابع برامجك المفضله واحدث المسلسلات على قنواتنا. اشترك الآن أو اتصل على الأرقام التالية. ألفا، قنوات الأسرة العربية.